السلام عليكم واهلا بكم في قناتي سوبر كاوي، معاكم ضهر ربيع. النهارده هنتكلم عن المنفاخ الكهربي بتاع البلالين، جبته منين وبيشتغل ازاي، كل ده هنشوف في الفيديو سوا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو لو عجبكم، وتعالوا نشوف البوكس من جوه. المنفاخ انا جايباه من سوق، كان بحوالي 277 حاجه كده، هو متوفر في المكاتب دلوقتي بس اغلى حوالي 100 جنيه عن اللي انا جايباه. استغربت قوي فرق السعر الكبير بينه وبين سوق. الجوده كويسه جدا، البوكس زي ما انتم شايفين صغنطوط خالص كده، بيجي في فتحتين، والمشترك بتاعه عجباني قوي الحته دي ان المشترك ليه مكان خاص بيه. عايزاكم تسمعوا صوته. هي مشكلتي الوحيدة ان صوته عالي شوية، بس بينفخ في مفيش في ثانية. الفتحة التانية ظريفة قوي في ان هي بتبقى بالبوش، تقدري تتحكمي فيها بالمنظر ده، بضغط مجرد بضغط شغال. طبعا تقدر تنفخي 100 بالونه في مفيش 5 دقايق. مفيد قوي كمان في نفخ بلالين الهيليوم والبلالين بتبقى كبيره قوي ديت، فدوت يغني عن اي منفاخ ممكن تستخدموه. طيب طبعا اكتر ناس بتستفيد بيه هي الناس اللي هم بيبقوا البارتي اورجنايزر، دول بينظموا الحفلات وكده بتاع اعياد الميلاد وكده، دوت اكيد هيبقى معاهم، هتلاقوا معاهم بدل ما يقعدوا ينفخوا 200 300 بالونه ببقهم او بالمنفخ اليدوي. حاجه كمان، انا جبت المنفخ اليدوي دوت مش مفيد اطلاقا، يعني جبته ورميته في نفس اليوم، فكسان قوي. فالمنفخ دوت عملي جدا.